أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة. وقال مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمد أشتية إن المباحثات تضمنت تعزيز نفاذ السلع المصرية للسوق الفلسطينية وتعزيز التعاون في مجالات الصحة والزراعة. الكامل بنهجها التاريخي في تكريس جهودها وتحركاتها الدبلوماسية على كافة الأصعدة من اجل دعم صمود الشعب الفلسطيني والعمل على تحقيق التهدئه في الاراضي المحتله واعاده تحريك عمليه السلام بهدف تلبيه التطلعات المشروعه للشعب الفلسطيني في اقامه دولته المستقله على اساس حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقيه. وكذلك فقد اكدنا خلال المباحثات على ضروره وقف الاجراءات الاحاديه التي تزيد من حاله الاحتقان لدي الشعب الفلسطيني من اجل خلق المناخ المناسب لاستئناف المفاوضات وعوده الامل في تحقيق السلام الشامل والعادل على اساس حل الدولتين وفقا لمقررات الشرعيه الدوليه. وعلى صعيد العلاقات الثنائيه فقد تطرقت مباحثاتنا الموسعه اليوم الى العديد من موضوعات التعاون المنبثقه عن التوافقات التي تمت امس خلال المباحثات التي جرت بين الاشقاء في الوفد الفلسطيني مع وزرائهم المصريين وخاصه فيما يتعلق بمقترحات زياده حجم التبادل التجاري وتعزيز نفاذ السلع والمنتجات المصريه الى السوق الفلسطينيه